سلام سلام، في الحلقة الرابعة من سلسلة ياقوت، أطول حكاية عندي في القناة. ما قدرش أنا نختصر لأنه كاع المراحل اللي داس منهم بانوا لي بلي أنهم مهمين نشاركهم معكم. فغير ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله، يلا لنبدأ. خليناها فاش سامي بقى كيشرح للياقوت بلي أنه تيقلب على شي بنت الناس اللي تكون مسلمة واللي أنه يتزوج بها. قال ليها بغيت باش ندير معها حياتي والأسرة ديالي، والأم ديالي مريضة بالسرطان في البلاد الفلانية وبغيتها تشوف عائلتي قبل ما يديموا الأمانة أمانته. أنا ذاك كانت عنده 44 سنة وأنا كانت عندي 29 سنة. سولته شنو المطلوب مني؟ قال لي صراحة عجبتيني وكتباني ليا من وجهك بلي انك انت انسانه محترمه وبنت الناس، وانا لقيت فيك جميع المواصفات، انت الانسانه اللي انا باغي انني نكمل معها حياتي. قلت لها حنا كنتعرفوا واذا وصلت بيناتنا شي حاجه يكون خير. بدينا كنتعرفوا حتى لواحد النهار غادي يعيط لي في التليفون ويسولني فينك. قلت لي انا في الدار، واش نقدر ندوز عندك نشرب معاك كاس ديال القهوه؟ قلت ليه مرحبا بك، ولكن انا نقول لكم علاش تجرأت وقلت ليه مرحبا بك. قررت نجيبو عندي للدار نعرض عليه يشرب القهوه باش نوريه بلي انه ديك الفكره اللي هما واخدين على المغربيات راه خاطئين، وبلي انا راني قادره نجيبك عندي حتى للدار ونخليك تجلس معايا وانت محترم راسك ومحترمني. فعلا جا عندي للدار، شربنا القهوه وبدا كيتقرب مني. هنا غادي نرفضو وخرج في عيني وقلت ليه ماشي غير حيتاش جبتك للدار عندي معناها بلي انك حر ودير اللي بغيتي، ولو اني نكون كاع معجبه بك او حتى كنبغيك. وهنا فين شرطت عليه اذا بغيتي نكملوا مع بعضياتنا نديروا الحلال. هو قال لي بلي انه ما يقدرش يدير معايا العقد لانه القوريه باقي معاها. قلت ليه وعلى هذا الاساس ما نقدر ندير انا وياك حتى شي حاجه؟ حدو قال لي اوكي. جريت عليه من الدار بواحد الطريقه اللي قلت عليها مستحيل انه يعاود يدوي معايا، واذا كان شي حد مصلحته علاقه جديه راه غادي يعاود يرجع، واذا كانت عيني غير فيما هو غير شرعي ما غيبقى لا يشوفني ولا نشوفه. من بعد 3 ايام ها هو جا رجع قال لي بغيت نشوفك. فعلا رجعت شفته مره اخرى وبقينا تندويو، شرح لي بلي انه شنو يقدر يدير باش اننا نتجمعوا. قال لي نقدر ندير دابا ياقوت هو انه نجيبو فقيه ونديرو الفاتحه ونكري لك دار، واذا بغيتي تبقاي خدامه خدمي، واذا بغيتي تبقاي في الدار انا غادي نصرف عليك، ولكن راني ما نقدرش نطلق من القوريه حيت خاصني نقاد الامور الماديه ديالي واللي هي الشركه والطوموبيل والفيلا. فاذا هي مشات عرفات بلي انه بغى يطلق منها امكانها انها تدي ليه كلشي حيت هي اللي قادت ليه الوراق والدوسي ديالو كان مكتوب على حسابها، وبامكانها انها تدي ليه كلشي وما تخليه بوالو. قلنا صافي دابا في هذا الاول غادي نديرو غير الحلال. والديا ترددوا في الاول وقالوا لي بركه ما تبقاي تخربقي، وكل مره مع واحد الاول راك طلقتيه وخليتيه هنا في البلاد والثاني تما ودابا هذا الثالث. قلت لهم انا راني في الغربه والديا وبوحدي وما عنديش حتى وليداتي، وغدا وتنكبر خاصني ندير اسره ونعيش حياتي ما نبقاش بوحدي. هو كيهتم بيا وكيتهلا فيا وانا بغيتو. بابا فاش هضر معاه في التليفون عجبو في التعامل ديالو وحتى في الهيئه ديالو. المهم درنا انا وياه الحلال وكرينا واحد الدويره اللي كانت صغيره، عشنا مع بعضياتنا وكان تيجي عندي كل نهار وكان كيتهلا فيا وكيعاملني زوين، وكنا كنخرجوا وعايشين حياتنا مزيانه وكنبغيو بعضياتنا لواحد الدرجه اللي هي كبيره. والمفاجاه انه من بعد 3 شهور ديال الزواج انا وياه شو غادي نقول لكم، كانت الصدمه ديال الفرحه. الحمد لله الفرحه اللي بكيت منها، لانهم خصكم تعرفوا بلي انه من زواجي الاول حتى داك الثالث كانت تقريبا 7 سنين ديال الفرق، فيهم بزوج الاولين ما وفقنيش الله انني نحمل، ولكن هذا الثالث 3 شهور كانت كافيه باش انني نحمل. وهنا جاتني الصدمه وفرحه في نفس الوقت. عيطت ليه وقلتها ليه، هو غادي تصدم ودار حركه ورجع اللور زوج خطوات وجهوبا بلي انه مصدوم. قلت لي انا اصلا محتاجه هاد البيبي وباغاه، فبالنسبه ليا انا سمعتش الله دور. فاش طلقت من الاول كنت كنمشي كنحضر باقا مازال كنعقل العراسات، ما كانوش كيخلوني انني نقرب من العروسه حيت كانوا كيسميو عليا بلي انني عاكره، وفوق منها وداك الشيء باش طلق. وحتى مثلا شي حد في العائله تزوج وتيقولوا ليه ياقوت، تيجاوبوهم بلي انهم هذيك تزوجات وطلقات حيت ما عندهاش الاولاد، يعني داك الوليد اللي ربي عطاه ليا ما بغيتش انني نفرط فيه والو وهو اللي غادي نخلي. قلت لي انا عارفه بلي انه دابا الامور غادي تعقد اكثر حيت القوريه لو كانت تعرف انا عندي معاك ولد غادي تاتاكيني انا الاولى عاد انت ودير لك مشكل كبير وما غاديش تقدر تسلك منه. انا عارفه سامي بلي انه صعيب عليك، ولكن هذا البيبي غادي نحتفظ به، وانت اذا بغيتي تبقى معايا مرحبا، اذا لا انت حر. لا احنا مازال غادي نديرو وليدات ياقوت وحده اخرين غير حيدي عفاك هذا. انا خديت قرار اللي كان حاسم بلي هذا البيبي غيبقى بغا ولا كره. قلت ليه لا
حاول يقنعني. شوي قلت مع راسي اجي نجربو فواحد القضيه، اجي نقول ليه بلي انني راني حيدته ونشوف واش غادي يكمل معايا في العلاقه ولا غادي يقطع. دازت شي ايام عيطت ليه وقلت ليه عندك الحق، وحنا باقيين مازال صغار ومازال فين اننا نديرو وليدات وحده اخرين، وخليك كاع حتى تفك المشكله ديالك مع الكاوريه ديك الساعه نديرو وليداتنا حنا مجموعين، وانا راني اسامي غدا للسبيطار باش انني نحيدو. درت على اساس راني مشيت ودرت الاجهاض، وهذا الشيء كله غير على اساس التمثيل. غير هو رجعت من بعد شي سويعات عاود صفت ليه بلي انه صافي الحمد لله كل شيء داز على خير، والصدمه هي انه غادي يدير ليا بلوك في جميع مواقع التواصل. كنت متوقعها، حسيت بلي انه غادي يديرها، حيت ماشي شي واحد اللي كان قاد على المسؤوليه وطماع وباغي غير الفلوس وكل ما هو مادي، على علم بلي انه عنده 44 سنه وما عندوش الاولاد. دارت بيا الدنيا، وفي نفس الوقت انا فرحانه بداك البيبي اللي كنت محرومه منه في تجارب اللي كانت فاشله سابقه. في نفس الوقت خيبت امل واحده اخرى وحسره ودخت وما عرفتش شنو غادي ندير ولا كيفاش غادي ندير في الغربه. واهم مشكل اللي كان بالنسبه ليا اصعب حاجه في الحياه هو كيفاش غادي نقول لعائلتي باللي انه سامي راه سمح فيا وبلوكاني فاش عرفني انني حامله. كيفاش غادي نوصلها لهم؟ كيفاش غادي يتقبلوها؟ هضرت مع اختي الكبيره اللي كاينه في المغرب مع ديك اللي عايشه هنا، وقالوا لي بلي انه ما تحيديش داك البيبي ديالك وخليه، وهو اذا ما بغاش يمشي فحالو فانت ان شاء الله ربي غادي يوقف معاك لانه صعيب بزاف باش انك تقتلي روح. ما نكذبش عليكم، واحد القوه اللي عطاني سيدي ربي كانت تخليني انني نقول بلي انه غادي ندير المستحيل باش يجي هذا البيبي للدنيا ونخدم عليه وانا حامله ونصرف عليه ونوقف على رجلي بوحدي ونشري ليه احسن مكان، لا في الفلاس لا في الحوايج ولا حتى في الماكله واخا ما عنديش الامكانيه، ولكن غادي نحارب وغادي نخدم وغادي نضرب تماره باش انه هذا الوليد ما نقصو من حتى شي حاجه. خليته دير ليا بلوك وقلت لاختي شنو غادي ندير انا، حيت هو راه رافض يدوي معايا، وبما اننا دايرين الفاتحه اذا دعيتو غادي يقول لهم بلي انه راني كنت معاه غير على علاقه وهي بغات دير الوراق داك الشيء باش دارت ليا الفخ، حيت هو فعلا واصلا واحد الفكره اللي مدخلها في راسو بلي انني معاه باش نقاد اموري. والديا وقت ما دواو معايا تيسولوني عليه، وما نقدرش نوصف لكم الفرحه ديال عائلتي فاش عرفوني بلي انني حامله. المهم ما قدرتش نقول لهم بلي انه راه خلاني، واقترحت عليا اختي بلي انا بلا ما ندير المشاكل وبلي نقول لماما والبابا راه دار حادثه ومات ببساطه باش نهار نحط بلي انه الولد في سميتي ما يسولونيش علاش ما درتوش في سميت باه. قالت لي قولي لهم راه سافر لبلادو وتوفى تما وما عندي حتى شي دليل بلي انا راني مزوجه به، ودابا غادي ناخذ سميتي وغادي نعطيها لولدي. تفهمت انا اختي، ومن بعد ربع شهور ديال الحمل دويت لهم واحد النهار وانا تنبكي بلي انا عائله سامي راه عيطوا لي من البلاد الفلانيه وقالوا لي بلي انه راه دار كسيده وجاه نزيف في الراس ما تحملش ومات، ودابا ما نقدرش نكتب الولد بسميتو حيت غادي يخصني شي دليل وانا دايره معاه غير الفاتحه، حيت كاع دوك التساؤلات اللي غادي يقولوا لي فيهم علاش ولدك ما خداش السميه نتاع باه وعلاش وعلاش وعلاش. بكيت وبكات عائلتي وكل شيء عيط تيعزي فيا وكيتعاطف معايا. كانت صعيبه بزاف صراحه انني نكون حامله ونعيش كل شيء بوحدي لانه الراجل خبر لي الاثار. درت 5 شهور وشفت بلي انه عندي ذكر، مشيت شريت نمره جديده ودرت واتساب جديد وصفت ليه تصويره ديال ليكوغرافي وقلت ليه بلي انه سامي راك عندك ولد. شفت تصويره وهنا مباشره غادي نوض يحيد ليا البلوك اللي كان داير ليا في النمره الاخرى، وبقى متبع كاع داكشي اللي كنحط والاخبار ديالي بدون ما انه يجاوب. انا ذاك شريت كل ما غادي يحتاج ولدي وانا عندي 6 شهور. في 7 شهور كنت عارضه على صحاباتي باش اننا نديرو الحنه اللي كنديرو في المغرب ونشطو مع بعضياتنا، ولكن فاش مشيت عند الطبيب باش يدير ليا ليكوغرافي هنا صدمني. مدام ياقوت ولدك عنده شي حاجه في المخ وانا ما متاكداش منها وما نقدرش نقول لك اشنا هي بالضبط، ولكن خاصك ضروري تمشي ديري ليكوغرافي 3D وهما اللي غادي يبينوا لك شنو كاين في داك المخ. واش ممكن تشرح ليا غير اشنو كاين؟ انا كنشوف بلي انه كاين الماء وشي حاجه واحده اخرى كتشبه للدم مكبد، وغالبا غادي يكون ولدك جاه نزيف في الراس، هذا الشيء اللي خلاه يبان بديك الطريقه. درت داكشي اللي طلب مني وقالت لي الدكتوره بلي انه خاصني نقول لك خاص يكون عندك بزاف ديال صبر وتكون عندك واحد الشخصيه اللي هي قويه ويكون عندك ايمان بالله. قلت لها عافاك قولي لي شنو كاين؟ ولدك جاه نزيف على التوالي من 5 شهور ديال الحمل ديالك ل 7 شهور ديالك، وعنده الدم والماء على مستوى المخ ديالو، ويقدر يكون عنده تلف في المخ وغادي يكون من ذوي الهمام. الله يا ربي الله شهاد المحنه.
قالت لي حاجه واحده اخرى اللي اش غادي نقول لكم، واخا يكون قلبك حجر ما تقدريش تقوليها لشي حد، لشي ام هزه شي روح في كرشها. قالت لي راه ولدك غادي يكون بحال شي خضره، ما كيتحرك ما كيهضر. بقيت تنبكي وما عرفش صراحه شنو غادي ندير ملي تسلطات عليا هاد الكارثه. مشيت للدار هزيت كاع الحويجات ديال ولدي وتنشوف فيهم، وكنغوت لربي اللي خلقني بوحدي، وتنقول لي يا ربي شنو هاد الشيء يا ربي. كنهز يدي للسما وتنقول يا ربي يا ربي راني بغيت هاد الوليد. وبقيت نشوف داك الشيء اللي وجدت ليه وقديت ليه، وبقيت غير كنغوت ونقول يا ربي يا ربي بوحدي ما معايا حتى شي حد. دوزت اسبوع كامل في الدار وانا غير محبوسه تنبكي داخله غارقه في اكتئاب. هزيت حوايج ولدي كاملهم جمعتهم في واحد القنت غطيتهم حيت ما قدرتش نصبر. اليوم فاش كنتفكر دوك الايام كيجوني صعبين بزاف، لهلا يعطيها شي حد. المهم عطوني انني ندير ليغام باش يشوفوا شنو في الراس نتاع ولدي، واخا ما خصوش يدار لا للمراه الحامله ولا للوليدات الصغار، ولكن اضطروا باش انهم يديروه. مشيت درتو اقسم بالله ديك الحنه ديال 7 شهور دوك التفاصيل ما درت فيهم والو، حيت ما كنتش عارفه من راسي من رجلي، وما كنتش عارفه اصلا واش غادي نقدر نولد داك البيبي، خصوصا انهم قالوا لي غادي يديروا اجتماع في السبيطار باش يشوفوا واش نخليه ولا نحيدو، لانهم هنا في اوروبا كيفضلوا اذا البيبي من ذوي الهمم يجهضوه لانه يتعدي التعذيب. رجعت عند طبيبه واكدت لي من بعد داك السكانير بلي انه الحاله ديال ولدي راه صعيبه بزاف، ودكاتره واحد اخرين قالوا لي بلي انه يقدر يموت قبل ما يتزاد، وبلي خاصهم انهم يولدوني قبل الوقت، وراس البيبي راه غادي وكيكبر بسبب داك الماء. قالوا لي باش نحيدو لانه غادي يتزاد باعاقتين جسديه وحتى ذهنيه. ولكن انا اخوتي كنت كنحس بولدي كيتحرك في كرشي، بقيت كنفكر بعقلي وبديت كندير بحوثات على هاد الحاله ديال ولدي باش نعرف واش داكشي اللي تيقولوا لي هو هذاك ولا لا. بقيت كنفكر وكنقلب وكنسول، ولكن منطقيا وانتوما قولوا لي مخنا هو اللي تيعطي الاشاره لباقي الاعضاء باش انهم يتحركوا. فبقيت تنقول بما انه ولدي كيتحرك ليا في كرشي الا ومخورة خدام من غير اذا تكون شي منطقه قليله اللي هي ما خداماش. المهم واحد الليله درت قيام الليل وبقيت كندعي الله، تخشعت وكنبكي وكنقول لربي يا ربي يا ربي راني بغيت هاد البيبي، علما انه الاطباء هضروا معايا وخداو قرار باش انهم يجهضوه ليا بزز مني. فاش صباح صباح فقت مرتاحه ومطمئنه ودخلت اليوتيوب وبديت كنقلب شنو هو الحكم تاع الاجهاض ديال الطفل اللي هو مريض في الاسلام ديالنا. لقيت بلي انه الشيوخ تيقولوا اذا هو تيشكل خطر على حياه الام من الاحسن انه يتحيد، اما اذا ما كانش عليها شي مشكله ولا شي خطر وهو من ذوي الهمم فحرام انه يتقتل. وهنا بان ليا شنو غادي خصو يتدار. مشيت للسبيطار لانه كانت عندي عمليه فيها غادي تقبوا ليا كرشي باش انهم يوصلوا المخ البيبي ويجروا ديك الماده باش يعرفوا شنو داكشي اللي فيها بالضبط. ديك العمليه فيها خطر نتاع 95% ديال انه يقدر يتحرك داك البيبي، وديك الليبره في مخه تقدر تقتلو. ومعاه عندي واحد بنت العائله اللي شويه بعيده كانت ساكنه هنايا في اوروبا، فالطبيبه سولتها على العمليه وقالت لي اذا كنتي متشبته بولدك كيف ما بغى يكون كوني على يقين بلي انه ديك الليبره غادي تجهضوا ليك. ما شرحت لكم بلي انني كنت ضايعه كنضنش غادي تحسوا بيا، اختي اللي حدايا عمرها جات عندي ولا سولت فيا ولا تشوف حتى اشنو عندي نهائيا. المهم دخلت عند الطبيبه وقالت لي سني لي هنا قبل ما نبداو العمليه. خليت الورقه وهي كتسناني باش انني نسني. قلت لها ما غاديش نسني يا الطبيبه. قالت لي خاصك تسني باش انا نبداو العمليه دابا، راه كنا كنتسناو. قلت لها انا جيت واخده قرار بلي انه غادي نحتفظ بهذا البيبي بكل ما فيه. بقات كتغوت لا خاصك ديري هذه العمليه. خرجت فيها عيني ودرت عليها متحمر كيف تيقولوا، وقلت لها احترمي القرار ديالي وما غاديش ندخلك بالاسلام وبالدين، ولكن حدي غادي نقول لك بلي انا انسانه مؤمنه، ومادام ربي هو اللي تيعطي الحياه هو بوحدو اللي عنده الحق انه يحيدها. اجي نقول لك واحد الحاجه، مثلا غدا ولا بعدو ولدي كان بصحيحته وخرج للدنيا هو هذاك، طاح ليا من الدروج وجا نزيف، واش غادي نجيبو لكم نقول لكم ما تليتش بغيتو هاكو قتلوه؟ انا مستعده ليه، مستعده لذاك الشيء اللي غادي يجي بيه ولا معاه. حاولوا بشتى الطرق باش انهم يحيدوه ليا. دوزوني عند طبيب النفساني بلي انني راني هبلت، مع تفاصيل واحده اخرى كثيره كتضر في القلب. خلينا نمشيو للنهار فاش قرروا الاطباء انهم يولدوني واحد الولاده نتاع اسبوعين قبل الموعد ديالي. هادشي كله كنت كنصيفطو لبات ولدي في ميساجات، ولكن والو، قلبو ما حنش عليا وما كانش كيجاوب. نهار العمليه قال لي الطبيب بلي انه ضروري تجيبي وحده من العائله ديالك لانك غادي تحتاجيها معنويا. والصدمه هي انا فاش عيطت لاختي اللي ساكنه هنا والوحيده اللي هي قريبه، واخا موقع من قبل عيطت لها وترجيتها وقلت لها شنو قال لي الطبيب.
عافاك اجي. شنو قالت لي في نظركم؟ لا ياقوس غير سمحي لي انا ما نقدرش لانه راجلي قطع لينا البيه باش انا نمشيو ندوزو العطله اللي كانت ديال الصيف يدوزوها في المغرب وحنا غاديين السيمانه الجايه. راني اختي كنطلبك وكنترجاك باش انك تجلسي معايا حيت انا ما عارفاش شنو يقدر يوقع اولا ليا ولا حتى لولدي. عافاك لما خليك معايا. الامر ماشي بيدي اختي ياقوت، راه راجلي اللي قطع لي داك البيه وحنا خصنا ضروري نمشيو. شو غادي نقول لكم؟ ما كان ما يتقال، ما كان حتى شي تعليق اصلا. انا حدي عيط لراجل اختي وهذا الشيء كامل والكرامه ديالي اللي ما مرتها في الارض غادي نعيط له وقلت له ترجيته وقلت له عافاك خليها معايا حيت اش شنو يقدر يوقع ليا. ترجيته وطلبته واخا جرى عليا واخا ما وقفش معايا وحاجات وحده اخرين اللي خليتهم منه لله. قلت لي راني تنطلبك فواحد الوقيته اللي انا فيها محتاجه اختي واخا غير توقف معايا غير 24 ساعه وتمشي فحالها. لا ماشي انا اللي قطعت ليها، راه اختك هي اللي قالت لي قطع ليا حيت اختك صعيبه وكتبقى كدير المشاكل. دابا هي كتقول انت قطعتي ليها بلا خبرها وانت كتقول بلي هي قالت لك. شوفوا عرفتي شنو؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بزوج الى يوم القيامه. انا ما تسنيت منكم حتى شي حاجه من غير الجانب المعنوي انكم توقفوا معايا فيه. ما وقفوش معايا وغادي تجي معايا واحد البنت اللي كنت كنعرفها غير معرفه اللي كانت سطحيه وما بيني وما بينها حتى شي حاجه. مشات معايا غير حيتاش قلت ليها بقاي معايا ما عرفش شنو غادي يقدر يوقع. على الاقل تعيط على والديا اذا وقعت شي حاجه حيت انا ما عارفاش واش غادي نخرج ولا لا، واش ولدي حتى هو غيخرج ولا لا. عطيتها لمرت ماما وقلت لها الله يرحم لك الوالدين. دخلت لغرفه العمليات والاطباء ساندوني وكانوا تيفرحوني وما بغاوش انهم يخليوني مخلوعه ومتوتره وكيتلفوني في انهم يغرقوني في الايجابيه. من بعد بنجوني واحد البنج اللي كان نصفي وخرجوا البيبي اللي كان تيغوت. سبحان الله ديك الغوته كانت بالنسبه ليا انا اللي تولدت من جديد. تنبكي وتنقول الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. وما فاهمينيش اش كنقول حيت ما كنتش منتظره انني نسمع الصوت ديال البيبي ديالي. كان عند بالي باللي انا غادي يموت ولا غادي توقع شي حاجه، كنت مامنه بهذا الامر في اخر الدقيقه. فبديت كنحمد الله وكنشكرو على كاع التفاصيل. طلعوني لبيتي من بعد 3 ديال السوايع كنتسناهم انهم يجيبوا لي ولدي. خلاوه تحت المراقبه وما كيتسناو شنو يقدر يوقع ليه حيت ما عارفينش شنو غادي يكون. بقات معايا البنت الله يعطيها كل خير حتى دخلوا عليا ولدي وحضنته ورضعته. وهادشي كله اللي كنعاود لكم راني دوزته بوحدي. اختي مشات للمغرب وعيطوا ليا من تما باش انهم يشوفوا واش ولدت وانا رفضت كليا انني نشوف كمرت اختي. بقيت عند الطبيب 11 يوم حيت ولدي تحت الرعايه ديالهم وكان محتاجني. انا تبوش عليا مصراني لانهم بعد ما ولدت ما كانش على بالي بلي انه خاصني ندخل للمرحاضه عزكم الله ما تنفسش. ودازت عليا انهم صوموني 3 ايام اقسم لكم يمينا انني طيحت فيها ودوزوا لي التيو مني في باش انهم يخويو ليا مع التيو مصارني. الطبيبه الاولى اللي قالت لي راه ولدك ها شنو فيه وخاصو يتحيد كنشوفها داخله عندي البيت وحيتاش الصوره ديالها ارتبطات ليا بالشؤم قلت الله يا ربي شمن خبر عاوتاني جايبه ليا هذه. حتى كنشوفها مبتسمه فرحانه تقول لي ما شاء الله ما شاء الله معايا من جنسي عربيه وكتقول لي البيبي ديالك راه تزاد مزيان وكامل. من بعد قالت لي غادي ناخذ ليك واحد الموعد مع طبيب جراح ديال الراس من بعد شهر باش يشوف ولدك. خش من السبيطار باحسن هديه هداني بها مولانا واللي كانت صحته مستقره انذاك وما عليه حتى شي اثار ديال شي اعاقه. خرجت وما عنديش في يدي حتى باش انني نشد طاكسي باش نقدر نمشي لداري. درت ولدي في الكفيفه ديالو وركبت في الطوبيس وبديت حياه واحده اخرى. واش ولدي ياقوت فعلا غادي تكتشف فيه ما قيل عنه؟ واش غادي ترجع مع باه؟ وكيفاش هي عايشه اليوم وفين وصلت حياتها اليوم؟ سمحوا لي انا عارفه بلي انه هذه اطول حكايه دازت عندي في القناه ولكن غدا كنوعدكم بلي انه الحلقه الاخيره لانه تكون شي اكثر من 6 شهور باش تعاودت لي هذه القصه ومؤخرا ياقوت عطاتني الجديد حكايتها. داكشي باش غنقول لكم الى حلقه الغد ان شاء الله اللي فيها النهايه كامله. عافاكم قولوا لي شنو كتوقعوا، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب باش تشجعوني على المجهودات اللي كندير هاد الايام. دمتم في رعايه الله وحفظه وسلام سلام.